سفراء وقناصلة بعثات الدول الإسلامية شاركت في إفطار أقامته بعثة المملكة العربية السعودية بنيويورك، حيث استقبل كل من معالي مندوب المملكة الدائم عبد الله المعلمي والقنصل العام بنيويورك سعادة خالد الشريف الضيوف الذين عبروا عن الروابط الوثيقة التي تجمع بلادهم بالمملكة، وأن هذا الإفطار هو تسييد لتقليد تشتهر فيه المملكة العربية السعودية، وهو التلاقي والتواصل مع الأهل والأحبة على موائد الإفطار. نشكر سعادة السفير عبد الله المعلمي مندوب المملكة هنا في نيويورك على هذه البادرة الطيبة باستضافة سفراء مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي، وهذه حقيقة بادرة طيبة في أن يجتمع الإخوة المسلمين جميعا على هذا الإفطار، وهذا ليس بغريب على الأخ عبد الله، وهي عادة سنوية يقوم بها هو وكثير من الزملاء. وبهذه المناسبة أهني كافة الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة الكريمة، وأدعو الله أن يعودها علينا بالخير واليمن والبركة. في هذه المناسبة ألقى معالي سفير المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي كلمة رحب فيها بالحضور، قائلا أن شهر رمضان المبارك هو فرصة للقاء وتبادل مشاعر الود والأخوة في أجواء يسودها الصفاء والروحانية. أولا نتقدم بالشكر والتقدير لوفد المملكة العربية السعودية على هذا الإفطار، وننتهزها فرصة لنتقدم بالتهنئة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وبهذه المناسبة المباركة، وقيادة وحكومة وشعبا نتمنى للمملكة المزيد من التطور والتقدم والازدهار، وإن شاء الله أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وشعبها بالرخاء والازدهار، وأيضا على الأمة الإسلامية بالانماء وأيضا التقدم والازدهار والاستقرار. سعيد بوجودي في مبنى البعثة السعودية في هذا الإفطار العامر بالأحباب الذي يستضيفه يعني سعادة السفير العزيز سفير عبد الله المعلمي وسعادة القنصل العام. والحقيقة يعني كما أنت تفضلت هذه المناسبة تكون مناسبات جميلة، لأن هي بتجمع فيها أجواء روحانية جميلة، فيها أجواء من المحبة ومن المودة، تجمع أشقائنا من المجموعة الإسلامية من العالم العربي من أفريقيا من العالم الإسلامي من مختلف الدول الإسلامية الشقيقة. عبر الجميع عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه من خدمات جليلة وما تبذله من جهود لخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم، آملين أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على المملكة والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركة. أمل الحضور أن يجتمعوا معا في رمضان المقبل، وقد زالت المعاناة عن جميع المسلمين في بعض الدول التي تشهد أزمات حرمتهم من نعمة الأمن والسلام. حسين إبراهيم للإخبارية من مقر بعثة المملكة العربية السعودية نيويورك.